رسالة خامسة إلى الذين يتاجرون بقضية فلسطين وبقضية القدس. قضية القدس قضية دين، ولن تعود القدس حتى نعود نحن إلى ديننا. لن تعود، لن تعود بالشعارات. أعرف هذا الكلام وما تتخدع، ولا بالحماس ولا بالكلمات الجوفاء. لن تعود إلا بعودة إلى الإسلام، عودة صحيحة مننا نحن، نرجع لديننا. ستعود في يوم واحد بإذن الله عز وجل. لا للمتاجرات، لا تقبل من أحد متاجرة يضع الصناديق على أبواب المساجد. تبرعوا للقدس، وهذه التبرعات لم يذهب منها دينار ولا جنيه واحد إلى القدس، ولا جنيه ما يمشي، إنما يمشي إلى بطون أصحاب الفتن، يمشي إلى بطون الآكلين بالدين واللاعبين بأعراض المسلمين، يمشي إلى أولئك. والقدس لا تزال في مكانها، لا تقبل بالشعارات، إنما الواجب علينا نراجع نفسنا يا أخواننا. أي واحد منا يراجع رقبته؟ والله لو رجعنا لديننا، الجيش مننا القليل يخوف كبار الكفار، ولهذا علينا العودة. الشباب يعود من النوادي، استادات الكرة مليانة، والنوادي ما فيها فرقة لزول يقعد فيها ذاته، والشباب في الملاهي شغلونا اليهود. خلوا أولادنا، الواحد شكله شكل اليهودي والديانة مسلم، مكتوبة له في البطاقة الوطنية فقط الديانة مسلم، لكن شكله والبيحبهم والقنوات اللي بتابعها واللبسات اللي بيلبسها والكلام اللي بيتكلم به هو كلام اليهود والنصارى. لهذا استلبوا منا ديننا وأذلونا، سلبوا ديننا مننا. ولهذا لابد من العودة الصادقة، عودة صادقة لنكون أعزة كما أعز المسلمون أو عزوا بهذا الدين في العهد الأول. رسالة واحدة يرسلها مسلم لما استغل أحد الروم الحرب التي كانت بين علي ومعاوية، وأراد أن يدخل على جزء من بلاد المسلمين، أرسل إليه معاوية رسالة: سأعقد صلحا مع ابن عمي وآتيك بجيش أوله عندك وآخره عندي، لما كان المسلمون مسلمين. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه المصيبة التي وقعت فيها صحوة لنا ورجوع إلى ديننا، وأن نعرف سيرة المسلمين والصحابة الكرام. قضية القدس قضية دين، ولن تعود القدس حتى نعود نحن إلى ديننا. لا للمتاجرات، لا تقبل من أحد متاجرة. هذه الأحزاب التي فرقت المسلمين وكانت السبب في تفريق كلمة المسلمين وابتعادهم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرسالة الثانية إلى من يظن أن قضية فلسطين هي قضية عربية، ليست عربية، القضية قضية دينية، والصراع بيننا وبين اليهود صراع دين وليس صراع أرض.